وهناخد التطور الكبير الجزء الرابع والسبعين، الموضوع اللي يعني بتنتظروه من الأسبوع للأسبوع. وهنكمل مع بعض خطأ فرضية تطور الحصان اللي بدأناها الأسبوع اللي فات، واللي بيعتبروها العلماء من أقوى الأدلة على التطور، اللي بيعتبروها يعني ما حصلتش. المقدمة بس معلش احتملوني هقولها باختصار شديد على قد ما أقدر. الناس اللي وحتى هذه الأيام لما ابتدوا يتزنقوا ما عندهمش رد على كل الأسئلة اللي بنسرها في موضوعات التطور، لما راحوا سألوا الجامعات ما لقوش حاجة في الجامعات في المناهج اللي بتدرس إجابة على هذه الأسئلة، فابتدوا يقولوا لا، ما هو حتى لو طلع التطور غلط يبقى برضو ده ليس بدليل على وجود إله خالق. فأنا برد بسؤال صغير، طيب لو طلع التطور غلط من أين أتت الكائنات؟ برضو ده لازال سؤال. من تقوله من الفضاء، برضو في الفضاء من أين أتت الكائنات؟ أين أتى الجد في الفضاء بتاع الكائنات؟ ما لهاش مهرب. عشان كده الفكر مهما حاولوا الفلاسفة يتهربوا منه يرجع في الآخر وينحصر لفكرين، كله بيركز على حاجة واحدة، الكائنات الحية جت من فين؟ أجناس الكائنات اللي موجودة على سطح الكرة الأرضية اللي محدش يقدر ينكر وجودها فيما عدا اللي بينادوا بعبثية الكينونة وعدمية الوجود، دول مش تبعنا، أنا دول معرفش أرد عليهم لأن أنا مش فيلسوف. اللي مفكرين إن إحنا عايشين عبارة عن حلم كبير وخيال، دول ماليش دعوة بيهم. لكن تاني فكرة أساسي، الكائنات جت من فين؟ الكتاب المقدس قال لنا بوضوح شديد إنه الكائنات اتخلقت، الأجناس اتخلقت كجنسها، تتنوع لكن مش هتتطور، هيفضل كجنس، وذكرها 10 مرات في سفر التكوين واحد للتأكيد. وده الفكر اللي سائد مع بعض المحاولات الفلسفية اللي كان يطلعوا البعض علشان بس يحاولوا ينكروا الكتاب المقدس، كانوا ينادوا بلا الكائنات ما اتخلقتش، فكان دايما بيفشل فكرهم الفلسفي لما يواجهوا بسؤال طيب لو ما كانتش أتت بالخلق من أين أتت أجناس الكائنات؟ لغاية ما طلع الفكر التطوري اللي فرح فعلا به الملحدين، استماتوا في الدفاع عنه لأنه أخيرا اعتقدوا أنه جاوب لهم على السؤال اللي كان موقف انتشار فكرهم التطوري اللي بيحاولوا أو فكرهم الإلحادي اللي بيحاولوا يضربوا بيه الكتاب المقدس، اللي هو جات من فين؟ ما هو من البكتيريا لازم يكون بالتطور، ما هي حتى لو بالبكتيريا لازم البكتيريا اتطورت لغاية ما وصلت للفيل. فالفكر التطوري ده رغم ان هو غير ملاحظ غير مختبر غير متكرر، كانت فرضية فاشلة، لكن بسبب دفاع الملحدين المستميت عنها كبر وأصبح ما يسمى بعلوم التطور العملاقة اللي احنا شايفينها هذه الأيام وبتدرس للأسف. لكن الفكر التطوري قال طيب الكائنات كلها جت من جد مشترك، فالبعض تسألوا طب الجد ده جه من فين؟ ده كان مأزق آخر. فطلعوا ببدعة جديدة وقالوا إنه الأجناس اللي جت من جد مشترك، هذا الجد جه من بريماتيف سوب، شوربة عضوية قديمة. ايه هي البريمات؟ قالوا لا، ده شويه المواد الغير عضويه بتتفاعل مع بعض تكون مواد عضويه، المواد العضويه دي جمعت مع بعض كونت اول جد اللي بدا رحله التطور. واهم خاصيه في هذا الجد انه ينقسم ذاتيا، عشان البعض دلوقتي بيحاولوا يتلاعبوا من هذا الموضوع ويهربوا من هذا المأزق الخطير وبشده عن طريق المناداه، لا اصل الجد ده كان بسيط قوي ما فيهوش مواد عضويه كتيره، لكن لازم يكون له خاصية الانقسام ذاتيا وإلا الحياة مش هتكون بدأت. فالجد ده اللي بيتلاعبوا بالنداء بيه قالوا إن هذا الجد هو اللي بدأ رحلة التطور وهو اللي أصبح شجر التطور العملاق اللي احنا عارفينه. درسنا مع بعض بالبايوكيمستري بالتفصيل هل فعلا تنفع تتكون هذه المواد العدوية في الطبيعة وكمان تتحد مع بعض مكونه المواد المعقده اللي عارفينها زي الدي ان اي والار ان اي والبروتينات والدهون والكربوهيدرات. عرفنا ان علم البايوكيمستري بمنتهى الوضوح اثبت خطا هذه الادعاءات جمله وتفصيلا. طيب الجد ده فين؟ ملهوش وجود،
اتكلمنا عنه بالتفصيل. طب يعني الشجرة دي لا ليها جذور ولا بداية ساق، طلعت شجرة شيطانية. طب أقدم فرع في هذه الشجرة بكتيريا بأجناسها الكثيرة، أكبر فرع في هذه الشجرة وأقدمها. فين أدلة التطور؟ مفيش. الحقيقة أدلة عكسية من الجينات على ما يسمى بالمينيمم جين كونسبت، وأيضا أدلة عكسية في عدم الاختزال. وكملنا دراسة بقية هذه الشجرة بالتفصيل لغاية ما وصلنا في الآخر أن اتضح لنا أن هذه الأفرع كلها ما هي إلا شيء وهمي ليس عليه أي دليل علمي فيما عدا بعض التزوير في الحفريات. ده اللي فضل في الآخر من شجر التطور، هو أن الأجناس ثابتة لا تتغير. ده اللي وصلنا له في الآخر. طيب اتكلمنا على بعض الأورجنز المهمة زي القلب، زي الجهاز التنفس، الرئتين والخياشيم وغيرها، وهل يصلح التطور التدريجي في تفسيرها، وأيضا التناسل وغيره. وعرفنا أن التطور التدريجي لا يصلح على الإطلاق جملة وتفصيلا في شرح من أين أتت هذه الأعضاء تدريجيا، لأنها أثناء التدرج الكائن يا إما ما بيتنفسش، يا إما ما بيتغذاش وما عندوش دورة دموية، يا إما ما بينجبش يعني مندثر. ابتدينا بقى ناخد السلاسل اللي بيعتبروها وبيقدموها، حتى لو كل اللي فات غلط، لا احنا اوريدي كده كده التطور مثبت. وده الكارثة اللي بتغسل مخ ناس كتيرة. الناس اللي بتتخرج من المدارس وبتدخل الجامعات وبعد كده تبتدي تتخصص، هي مفكرة ان التطور خلاص ثبت ملهاش حل، زي خديعة الحصان. فهو حتى لو في مجاله لقي دليل عكسي على التطور، هو هيكون خايف يصرح بيه أو حتى يرفض عقيدة التطور، هيحاول يتني الأدلة العلمية اللي قدامه بأي شكل عشان يمشيها مع التطور. ليه؟ أصل التطور تم ثباته، ده الحصان عرفنا نسبة تطوره، الماموس للفيل عرفنا نسبة تطوره، الحوت عرفنا نسبة تطوره. ده لا ده خلاص التطور ثبت حقيقة، وينادوا بأن التطور حقيقة. فهو يبقى في مجاله قدامه أدلة ملهاش حصر في الجينيتكس، في البيوكيمستري، في غيره، توضح أن التطور غلط، ولكن مخه مغسول أنه خلاص أثبتوا تطور الحصان وغيره، يبقى التطور حقيقة. لازم يبحث في مجال آخر أو أدلة أخرى، أو الأدلة اللي قدامه يحورها بأي شكل بحيث تثبت التطور اللي معتقد للأسف أنه حقيقة. فبدينا نكمل مع بعض في موضوع تطور الحصان. في الجزء السابق ابتدينا ندرس ادعاء اكتمال سلسلة تطور الحصان. عرفنا الإشكاليات الكثيرة للأسف ما بتتقالش للطلبة في كتب التعليم، لأنها لو اتقالت لهم هيعرفوا أنه ادعاء تطور الحصان ده خدعة، ده ليس علم. على سبيل المثال للحصر، عرفنا الغرض الأساسي اللي وراء ادعاء مارش في ادعاء أنه أثبت تطور الحصان، علشان بس يثبت كلام داروين، لأن الحفريات اللي لقيها هي أصلاً ما كانتش مترتبة، بل هي مش في نفس المكان، في أماكن مختلفة. أيضاً عرفنا أنه في هذا الزمان في القرن التسعتاشر، قبل أصلاً اختراع المقياس الإشعاعي، التواريخ اللي أعطيت للحفريات دي تواريخ فرضيات، ده ليست تواريخ حقيقية، دي ما تأسدش التواريخ دي، دي افترضوها. ده اصلا قبل المقياس الاشعاعي واختراعه من بالكامل، واصلا قبل اكتشاف العناصر المشعه. وبدانا ندرس المره اللي فاتت 14 اشكاليه كبرى في قدموها العلماء، مش المسيحيين، قدموها العلماء. طبعا بالاضافه للعلماء المسيحيين قدموا حاجات كتيره، لكن حتى ده العلماء الغير مسيحيين برضو قالوا الكلام ده غلط، تثبت خطا ادعاء تطور الحصان هذا المزعوم. اتكلمنا على اختلاف الأسنان وترتيبها الخطأ، لو تفتكروا الأسبوع اللي فات اللي تم في هذا الادعاء. اتكلمنا على اختلاف المجموعات ما بين المتاحف المختلفة، وإن اللي بيقدم في المتاحف ده انتقائي غير متفق عليه. اتكلمنا على الترتيب المختلف من منطقة لتانية، زي ما قدمت مثلا في شمال أمريكا ترتب من 3 صوابع إلى أصبع واحد، أما في الجنوب يتقدم أصبع إلى 3 صوابع. يعني إيه؟ هو كان ماشي هنا طردي وهنا عكسي ولا إيه بالظبط؟
اتكلمنا على الاختلاف الرابع او الاشكاليه الرابعه، هو اختلاف عدد الضلوع اللي نفى تماما ادعاء التطور وشرحتها بالتفصيل. لا، الموضوع مش زي ما بيقولوا حيوان صغير تطور لغايه ما بقي من الوبريات، تطور لغايه ما بقي الحصان، الكلام ده كده. ده من دي اجناس مستقله مميزه اندثرت. فعرفنا الاشكاليه في السلسله اللي بيقدموها، انه واحد 18 ده اللي بيعتبروه جد، اللي بعد كده 15، اللي بعد كده 19 ضلع زوج من الأضلع، بعد كده 18، ده نفى التطور تماما. أيضا عرفنا كارثة الفقرات القطنية من 6 ل 4 إلى 6، وشرحتها الأسبوع اللي فات بشيء من التفصيل. كل ده ضد التطور وينفيه تماما، يوضح إن هما فقط أجناس مستقلة منقرضة. جابوا شوية أجناس انقرضت وحطوهم جنب بعض وقالوا أهو عرفنا نسبة تطور الحصان، ولكن الكلام ده خطأ. طيب، بعد ما قدمت الخمس نقاط دول، الأربع نقاط دول، أكمل بقية النقاط في الـ14 نقطة لتثبت خطأ ادعاء تطور في الحصان. هناخد مع بعض النقطة الخامسة دلوقتي، شكل الظهر. ظهره الكائن ده إيه؟ الجد الأكبر الإيه هيبس اللي قالوا عليه ده جد الحصان، ده اللي طلع من الوبريات اللي يعتبروه أساس تطور الحصان. الأيوهيبوس ده الظهر بتاعه مقوس لأعلى، زيه زي حيوانات كتيرة ظهره قوس لأعلى. عارفين بيعملوا إيه في المتاحف؟ رجليه الورانية أطول من رجليه القدمانية، والقوس بتاعه بتاع ظهره مقوس لأعلى. عارفين بيعملوا إيه في المتاحف؟ العلماء التطوريين اللي ثقة المعصومين عارفين بيعملوا ايه في المتاحف؟ بيعملوا ظهره مفروض عشان يبقى مناسب لادعاء التطور. ايه رأيكم؟ ادلة علمية دقيقة ما تخرش المية، صح؟ حيادية علمية ودقة ومصداقية وشفافية ما حصلتش. يجيبوا هيكل وما يحطوهوش بالطريقة الصحيحة، لا، يخلوا ظهره مفرود علشان يمشي مع اللي عايزين إثباته، مش مع الحقيقة العلمية. ده ضد شكله الأناتومي الحقيقي. بيتعرض في المتاحف بالطريقة دي، ظهره يبقى خط مستقيم، وده مش صحيح. إيه رأي حضراتكم؟ العلم التطوري علم صحيح، والعلماء دول ناس معصومة. وعارفين ليه؟ علشان تبقى القدمين الأماميين ينفع يجري بيهم زي الحصان مع القدمين الخلفيين. ده اسمه تزوير، تغيير حقائق. ده يعتبر جريمة في أي مجال. لو عملته في الطب الشرعي فورنسيك أو غيره يعتبر تزوير، ويعتبر تزوير في أي مجال فيما عدا أدلة التطور. ده طبعا مقبول جدا في أدلة التطور. ليه؟ لأنه بيأيد التطور اللي عايزين يثبتوه بأي شكل. زي ما اتكلمنا قبل كده على موضوع تزوير عظام تيتا لوسي، في أي مجال تزوير عظام زي كده كارثة، تزوير فضيحة. أما في التطور إنجاز علمي رائع هائل، إن أنت عرفت تزور العظم بتاع حوض لوسي عشان تثبت التطور وإنها جدة الإنسان. كيل بمكيالين، آدي العلماء المعصومين بتوع التطور. الإشكالية في ده إنه يجعل أقدامه الأمامية تصلح إنه يكون يسير بيها بما يشبه الحصان، وهو في الحقيقة مش كده. الحاجة التانية، كمية الطفرات المطلوب عشان يتغير تركيب الظهر من مقوس لأعلى إلى إنه مقوس لأسفل أو شبه مستقيم، ده كم كبير، مش بالأمر السهل. متخيلين؟ ده مش فقط بتغير في عظمة أو غيره، ده مرتبط بالهيكل العظمي، وأيضا بيتأثر بيه أسلوب تنفس وسير وحركة وعضلات بتربط العظام دي كلها، وتوصيلات عصبية وغيره. ما ينفعش تقول إن حيوان ظهره مثني لأعلى تطور وانتنى ظهره، دي حاجة بسيطة. بل لو تطرقنا للجينات المختلفة اللي تنتجهم، لأن احنا اتكلمنا
التصميم ده رائع وكارثة لإدعاء التطور. ليه؟ ده حتى الجينات اللي بتنتج جزء تختلف عن الجينات اللي بتنتج المقابل ليها. يعني مش هينفع إنه يكون حصل طفرة في جين فظهره اتنى، وحتى لو حصل ده نص ظهره اليمين هيبقى متني والشمال مش هيبقى متني، لأن الجين اللي بينتج ده يختلف عن الجينات اللي بتنتج ده. فاهمين يا أقصد أقول إيه؟ ده بالإضافة كمان لو حصل حتى طفرة في جين، طب الجينات التنظيمية لو فكرنا في الكلام ده كله إن هو يتم عشوائيا، الكلام ده مستحيل إنه يغير التقوس في اتجاهين متقابلين في نفس الوقت في جينات مختلفة. ده يحصل إزاي بالصدف العشوائية؟ بل عشان يطور معاه التنفس والسير وغيره، مع ملاحظة إن أي مرحلة غير مكتملة، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن مشاكل عظام الظهر لو تفتكروا، أو اختفاء العظام أو غيره، هو مش قادر يتنفس، مع كل نفس بيتألم، مش قادر يمشي، ومع كل خطوة بيتألم، يعني معيوب، يعني غير قادر على البقاء. بل لو دخلنا في التنظيم العضلي اللي يحتاج يتطور في نفس الوقت مع الانسناء الظهر، أيضا مع الأعصاب وخاصة اللي بتنظم تحركهم، أيضا مع الأوعية الدموية اللي بتمر فيهم، ده مستحيل إن يكون حصل في نفس الوقت كله ده مع بعض بصدف، لأنها تتعدى حد الاستحالة. لا وإيه علشان يكون حصل ده؟ مش بس كل ده يحصل في وقت واحد، لا ده يحصل في كائنين، واحد مذكر وواحد تاني مستقل عنه مؤنث، وبالصدفة العشوائية البحتة يكونوا في نفس المكان، وبالصدفة العشوائية البحتة في نفس الزمان، وبالصدفة يتقابلوا ويتجوزوا أو يتناسلوا وينجبوا، والانتخاب يختار النسل بتاعهم وينقرض السابق. ده احنا بنتكلم على ألف ليلة وليلة هنا، احنا مش بنتكلم على علم حقيقي، ومحدش شاف على الإطلاق هذه الأمور تحدث في الطبيعة. طبعا كل ده يؤكد ايه؟ دي كائنات مصممة وانقرضت، كائنات مستقلة انقرضت، ده كان تصميمها، مش كائنات في رحلة تطور. نيجي للنقطة السادسة، التنقيب الحقيقي الدقيق الحقيقة كشف عكس ما يدعوه. بيقولوا لكم ترتيب، لقينا ده أقدم من 60 مليون الإيوهيبتس، والمرحلة اللي بعده من 40 مليون، واللي بعده من 20 مليون، واللي بعده من 10 مليون، لغاية الحصان الحديث من مليون. لا، الكلام ده مش صحيح. ملقوش الإيوهيبتس، بعد كده الميز، وبعد كده الحفيد، بعد كده الحصان الحالي. على سبيل المثال من حيث القدم اللي اعتبروه مرحلة وسيطة أكبر في الحجم، طلع في طبقة أسفل. يعني حسب ادعائهم الحفيد أقدم من الجد. ده الرسم الحقيقي البياني لما تم اكتشافه من حفريات. المرحلة دي اللي حسب ادعائهم في طبقات من 50 مليون، أقدم أو في طبقة أسفل من الإيوهيبتس اللي هو مفروض جدها. مش ده اللي بيتكتب في الكتب اللي بتدرس للطلبة صح؟ النانيبوس اللي بعد الميزوهيبتس ما تواجدش في أعلى منه، بل أسفل من الميزوهيبتس وأسفل من الإيوهيبتس جد الجد. يعني الجد الأكبر طلع حقيقة أصغر وتخلف بعد حفيده. حد ممكن يقول لي إزاي الحفيد يكون أكبر من جد الجد؟ الصورة المشهورة اللي بتدرس لأولادكم في المراجع، مش دي الصحيحة، مش ده اللي لقوه في الطبيعة. الصورة إياها دي اللي قدامكم هنا، اللي يقولوا لكم آدي الترتيب الرائع، بص أهو بيتدرج. لا، الحقيقة مش ده اللي لقوه، مش ده الموجود في الطبيعة. ده موجود بوضوح شديد فين؟ في مراجع التطوريين فقط، مش ده اللي اتلقى في الطبيعة. المراجع اللي بيقدموها في التدريس
للطلبة في المدارس والجامعات خدعة، مش بتتقدم الصور الحقيقية. ليه؟ لأن الصور الحقيقية تثبت خطأ هذا الادعاء. الحاجة السابعة، الجد الأكبر اللي بيعتبر أساس التطور، الأيوهيبس، الكابتن الصغنن ده اللي بيعتبروه إنه من الوبريات اللي تطور لغاية المودرن هورس. المرحلة ده اللي المفروض إن هو يشبه الوبريات، اللي هو أساس لتطور الحصان وبدونه مفيش بداية لتطور الحصان، كده هيبقى الشيطان الحصان زرع شيطاني، كده طلع بدون جلد لوحده، يبقى الحصان ملوش أصل. بدون المرحلة دي كل فرضية تطور الحصان ضايعة فاشلة. بعد دراسات كتيرة اتضح إن المرحلة دي ما تنفعش تتحط في سلسلة تطور الحصان، بل لا يمت لهذه الحلقة بصلة. أوبا، ده الجد الأكبر طلع ملهوش دعوة. يقول لنا كوفن أول حيوان في السلسلة اللي هو إيوهيبس مختلف تماما من الحصان الحديث، بل مختلف أيضا من التالي له. الراجل قال لك ده مش جد، ده دول ملهمش دعوة ببعض، دول مختلفين جملة وتفصيلا في كل شيء. ده مش جد، ده يكمل ويقول ايه، مختلف ايضا من التالي له في السلسلة مباشرة، وهذا يجعل سؤال كبير علاقة لمكانه، هل هو صحيح ان يوضع في هذه السلسلة؟ ها، ده طلع جد الحصان ما تحطش في السلسلة اصلا. هو له وجه اسطواني، عيون وسط الجانبين، ووجود الأسنان النابية، ولا يوجد مسافة بين الأسنان الأمامية والخلفية، وظهر مقوس وذيل طويل. آدي كلام الراجل أهو، اللي عايز يتأكد من اللي أنا بقوله، وآدي المرجع قدام حضراتكم عشان تتأكدوا من اللي أنا بقوله. واللي ما تاخدوش بالكم منه، لما هتروحوا المتاحف هتلاقوا بعض المتاحف مش حاطة الخمس مراحل، حتى أربع مراحل بس، اللي اتشال الجد. أوبا، ده طلع الحصان ملهوش جد. الجد الأكبر، حلقة الوصل ما بين الحصان والوبريات كتير من المتاحف شالتها، لأنها اتضحت إن هي ليست حلقة وصل أصلا. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، من أين أتى بداية تطور الحصان؟ اللي فهمني يكتب لي سبعة، اللي ما اتضحتش النقطة دي بالنسبة لي ويكتب لي خمسة. من أين أتى تطور الحصان؟ الجد جه من فين؟ لأن الجد اللي افترضوه طلع ما ينفعش، عشان كده اتشال من المتاحف، أغلب المتاحف. الأمر ده أظهر إشكالية كبيرة. إيه هي؟ الحصان تقسيمه إيه؟ الحصان تقسيمه أنيماليا، حيوانات، ده الكينجدم، الفيلم كورديت، حبليات، الكلاس ماميليا، ثدييات، الأوردر، فرضية الأصبع، الفاميلي، الخيليات، الجينس حصان، والسبيشيز اللي هو الفرس وسب سبيشيز وهكذا. ده التقسيم بتاعه. كويس؟ بالطبع ما عندناش كائن ليه حفريات اسمه حيوان، أنيماليا، ما عندناش هذا الكائن. ما عندناش الجد اللي اسمه أنيماليا، ده ملهوش وجود، ده مفيش ليه حفريات. الجد الكبير بتاع المملكة الحيوانية. وما عندناش التالي ليه، الجد اللي المفروض يكون ليه حفريات اللي يسمى حبليات، اللي طلعت منه كل الحبليات، الجد المشترك. الجد المشترك ده ملهوش وجود، ده خيالي، ده بيتحط في التقسيم. والكائن اللي بعده ملهوش وجود، اللي هو ما يسمى ثدييات. يعني ما عندناش كائن حيوان يسمى ثدييات، جد كل الحيوانات الثدييه، ده ملهوش وجود.
يعني كل التسلسل ده، كل المراحل دي ورا بعض ملهاش وجود. وبعدها بدل ما المفروض طلع من الثدييات الوبريات، ومفيش جد اسمه الوبريات، لكن المفروض طلع من الوبريات الايهوبس اللي تطور للحصان. الايهوبس اتشال، اللي يربط ما بين الثدييات والوبريات للحصان. يعني كده احنا قفزة عملاقة مفيش فيها اي مراحل ولا تدرج ولا غيره، وفجأة يظهر فرد الأصبع، والجد الذي لم يكن فرد الأصبع تم إلغاؤه. ها، لسه لغاية دلوقتي متمسكين بإدعاء اكتمال سلسلة تطور الحصان اللي بتغسل مخ الطلبة وتخليهم مقتنعين إن التطور حقيقة، ومين يفاصل في التطور الرائع ده؟ لسه برضو مقتنعين. ده يؤكد ان هم كل اللي عملوه ان هم جابوا اجناس مستقله مندثره، دي الحاجه الوحيده اللي نفعتهم، انها علشان اندثرت رتبوها بما يناسب هواهم وفكرهم، رغم ان هي الحقيقه اجناس مستقله مصممه مش جايه تطور واحد تلو الاخر. النقطه الثامنه، تعرفوا انه مفيش منطقه في العالم يوجد بها ترتيب الحفريات اللي بيقدموه في المراجع، أو حتى تحتوي على كل الحفريات المدعاة لتطور الحصان في حتة قريبة من بعض. تعرفوا الكلام ده؟ هم عشان يكملوا السلسلة ياخدوا جنس من أفريقيا وواحد من أمريكا الشمالية، ثم يقفزوا لأوروبا، ثم يعودوا لأمريكا الجنوبية، وهكذا، عشان بس يقولوا سلسلة تطور الحصان مكتملة. إيه رأيكم؟ أو واحد تاني ياخد فرد من أمريكا الجنوبية ثم الشمالية ثم الجنوبية ثم الشمالية وهكذا. ده ينفع كإدعاء لصحة ترتيب تطور الحصان؟ إيه رأيكم؟ هو ده العلم اللي بيقدمه لنا وبيغسلوا بيه مخ الطلبة في المدارس ويقدموا لهم صور خيالية مش موجودة في الطبيعة؟ هذه الصور الخيالية تخدعهم وتفكرهم إن هم عرفوا يثبتوا التطور والحقيقة هم ما أثبتوش؟ ده بيضحكوا عليهم برسوم ملونة في الكتب. تاسعا، وابتدي اسرع عشان واضح ان الناس ابتدت تزهق، مفيش منطقة فيها طبقات متتابعة زي ما اتكلمنا في القسم الخامس. الطبقات المتتابعة دي اصلا اللي المفروض عاش فيها الحصان عشان توجد فيها حفريات متتابعة من جنس للتالي. اتكلمنا على الموضوع ده تفصيلا في التطور والجيولوجيا والطبقات المفقودة والمقلوبة والكلام ده كله. النقطة العشرة، لا يوجد أي كائنات وسيطة بين هذه المراحل. يعني إيه؟ ثلاث مراحل وسيطة بين الحفيد والجد ده ما تكفيش. الجد الإيهيبس والحفيد الحصان الحديث يحطوا ثلاثة بينهم بس، ده مش تطور تدريجي. يعني ايه؟ التطور بينادي بتغير بسيط في المرة الواحدة، تحصل طفرة صغيرة، الطفرة دي تظهر في كائن الطبيعة تروح تنتخبه، فهو اللي يسود ويندثر السابق، واللي يسود ده هو يبقى لوحده هو السائد، طبعا يعيش، وطالما هو السائد هو اللي بيموت، وهو الحفريات بتاعته الضخمة اللي بتتكون. بعد كده تظهر طفرة صغيرة في فرد تاني، تنتخب الطبيعة تتراكم على السابق، هو ده كمان يسود ويندثر السابق وتبقى له الحفريات بتاعته، وهكذا. عشان يتطور الحيوان الصغير ده الايوهيبس من اللي يشبه الوبريات إلى الحصان، المفروض يكون حصلت ليه مئات وآلاف الطفرات تمثل بمئات وآلاف الحلقات الوسيلة الوسيطة تمثل بمئات وآلاف الحفريات الواضحة. كويس؟ ده ملهوش وجود. ما تنفعش تجيب لي ده الجد ده الحفيد والتلاتة في النص وتقول لي سلسلة مكتملة. ده انت كنت مفروض تجيب لي عدد بالمئات ان لم يكن بالالاف من الحلقات الوسيطة مع كل تغير بسيط، ده حسب الجراديولازم، صح؟ لا، انتوا عارفين حتى لو تماشينا جدلا مع ادعاء ما يقدموه من الثلاث مراحل دول
ان هو ده مراحل تطور الحصان، وسيبنا انه مفيش اي مراحل وسيطة بينهم، كل دول المفروض يكونوا بالمئات ما بين كل مرحلة والتانية وملهمش وجود على الاطلاق. لو تماشينا جدلا مع ما يقدموه يبقى ده قفزات وليس تطور، ده قفزات كبيرة مش تطور تدريجي، ده يبقى البانكشويتد إكوليبريم وليس الجراديوليزم. قفزة اتنين تلاتة أربعة قفزات. طبعا الفرق ما بين القفزات والتدرج ده فرق ضخم ما بين نظريتين كبار، نظرية التطور التدريجي بتاعت كابتن داروين وأتباعه من الداروينية الحديثة اللي يؤمن بيها أغلب التطوريين، الفكر السائد، ونظرية القفزات اللي نادوا بيها البعض اللي ما ملقوش أدلة على التطور التدريجي فنادوا إنه بيحصل قفزة. الحقيقة اللي بيستشهدوا بمراحل تطور الحصان هم بتعوت القفزات، لأنه بتعوت التطور التدريجي actually ما يقدروش ينادوا بهذا الأمر. البنكشويتد إكوليبريان هم دول اللي يقدروا ينادوا بتطور الحصان، لأنه المراحل الثلاثة اللي في النص دول قفزات وليس تطور تدريجي. أتمنى تكون الصورة واضحة. إحنا ما عندناش تدرج توضح المراحل الوسيطة ما بين الجد الإيوهيبوس والحفيد الحصان الحالي. ثلاث مراحل دول ما يعتبروش ثلاث مراحل، دول يعتبروا ثلاث قفزات. فلو هنتماشى جدلا مع فرضية التطور تكون قفزات. طبعا القفزات ده خيال. وده لو حتى أثبتوا إن السلسلة حقيقية هي أصلا ما تثبتش التطور التدريجي. النقطة الحادية عشر، لكن هو طبعا في الحقيقة لا هو قفزات ولا هو تطور تدريجي، هو أجناس مستقلة اندثرت. الحادي عشر، الاعتماد على الحجم يخالف اللي بيلاقوه في الطبيعة. الحصان حاليا الناس عارفة ان هو أحجام مختلفة، صح؟ هل أنا عندي صوت؟ أستاذ سيف وترسي بيسأل هل أنا عندي صوت؟ طيب أشكر ربنا، يبقى يمكن أستاذ سيف هو اللي عنده إشكالية في البلتوك. فاختلاف الحجم اللي اعتمدوا عليه في وضع المراحل الوسيطة المزعومة إياها دي حتى ما ينفعش مع اللي احنا شايفينه هذه الأيام، التنوع في الجنس الواحد. حضراتكم عارفين الحصان هذه الأيام ليه أحجام مختلفة، البوني أو الحصان الصغير، وده حتى ما حدش بيستخدمه كدليل على التطور ولا حد بيقول عنه مرحلة وسيطة الصغنن ده. فمن البوني إلى الحصان اللي نعرفه زي الحصان العربي إلى الحصان كبير الحجم اللي هو الكلاي ديسدال، ده أفضل بكتير من ترتيب المراحل اللي بيقدموها. دول لو كانت أنواع مندثرة ملهاش وجود كان هيقولوا ده اتطور لده وده اتطور لده. التنوع الموجود في الحصين الحالية هو أكثر من الفروق الموجودة في المراحل اللي بيقدموها كدليل على تطور الحصان. ده مثال من فقط على تنوع الحصان. الحصان الميني أكبر منه البوني، أكبر منه الحصان العربي، أكبر منه الحصان الملون أو البينت، وأكبر منه الكلاديسدال العملاق. التنوع المختلف في الأجناس المندثرة ما ينفعش أن يصلح أن يختار واحد منهم بما يناسب الفكر التطوري وانتقاء للأحجام، وإلا أصبحت الفروق الحالية في الحصان كنا لازم ننادي أن دي سلسلة تطور الحصان، البوني تطور للهافلينجر، للعربي، للملون، للكلاديسدال. الإشكالية الثانية عشر، لا يصلح تخيل الشكل الخارجي من العظام. الحمار والحصان شكلهم فيهم اختلافات كتيرة رغم تشابه الجمجمتين بتاعتهم، الهيكل بتاعهم فيه تشابهات كتيرة لكن الجسم مختلف، وجنسين مستقلين مختلفين.
نعرف إن ده من شكلهم بدراستهم، وخاصة دراستهم الجينية وغيره. زي ما قلت المرة اللي فاتت لو تفتكروا، الحمار حبيب الملايين ده لو كان منقرض كان لازم هيتحط في المراحل الوسيطة لتطور الحصان. الإشكالية الثالثة عشر: حديثا وجد حفريات الجلد في طبقة حديثة، يعني الجلد موجود مع الحصان الحديث وعايش معاه. ممكن تقولوا لي إزاي يكون الجلد أصغر بكثير من الحفيد ومن الأب وعايش مع حفيد الحفيد؟ الاختلاف الرابع عشر وهو خطير جدا، إنه اللي ما قولوش لحضراتكم في المراجع ولم يضاف في المراجع اللي بتتقدم وفي الصور المزورة اللي بتتقدم، إنه من 50 سنة اكتشفوا بالفعل هياكل عظمية كاملة لما يعرف بالحصان الحديث بواسطة عالم روسي في طبقات أقل بكتير من الطبقات اللي المفروض فيها جدود جدود. هقدمها لحضراتكم لما أتكلم على إقرارات العلماء الجزء الجاي. الكلام ده أولادكم مش هيسمعوا عنه حاجة خالص في الكتب بتاعة التعليم اللي بتؤيد التطور، صح؟ طب ممكن اللي بيتكلموا على الجامعات يجيبوا لنا من الجامعات رد على هذه الأمور؟ ممكن؟ لغاية دلوقتي مش لاقي حاجة من الجامعات إياها اللي بتؤيد التطور ترد على كل هذه الحاجات. تقول لكم بس وتقول لأولادكم وتغسل مخهم وتقول لهم التطور حقيقة وبعد كده مفيش. الترتيب ده لم يوجد له مكان. الحصان الحديث وجد في طبقات يفترضوا أن عمرها أقدم من الطبقة اللي وجد فيها جده. إزاي؟ يمكن الحصان أخد التايم ماشين، آلة الزمن، ورجع للماضي قبل جده، صح؟ ما الحل الوحيد اللي قلته ده، دي أبحاث كثيرة جدا لخصتها لحضراتكم. يكفي أن أنا أقدم لكم البحث اللي قدمه العالم الشهير جورج سيمسون اللي اتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل، واللي أخذت أجزاء من أبحاثه في المقال ده وأعرض يعني كاملا لمن يريد، أو مقتطفات برضو من كلامه لمن يريد، لأنها شهادة مهمة تفصيلية اتنشرت على مراحل مختلفة. جورج جيلورد سيمسون ده واحد من أشهر الإيفوليوشنري بليانتولوجيست، famous evolutionary paleontologist، قال الآتي، بيتكلم على موضوع تطور الحصان. جورج سيمسون وهو واحد من أشهر علماء التطور الحفريات والبليانتولوجي، من مؤيد التطور، درس حفريات تطور الحصان وغيره، ولكن قال استمرار تطور منتظم للهيركوثيريوم اللي هو جد الحصان اللي هو الايوهيباس الى ايكوس اللي هو الحصان الحالي في قلب اجيال المراجع، لكنه لم يحدث ابدا في الطبيعه. الراجل بيقول للاسف تطور الحصان اللي حضراتكم عارفينه، عارفين تطور فين بمنتهى الدقة والوضوح؟ في المراجع بس، لكن ما حصلش بالطريقة دي في الطبيعة. أوبا، أبحاث زي دي مش هتتقدم لأولادكم اللي بيدرسوا، صح؟ يقدموا لهم بس الصور إياها بتاعت خلاص العلماء أثبتوا تطور الحصان، صح؟ هو يقول إن تطور حصان حدث في المراجع بس، مش هتلاقوه في أي مكان في الطبيعة لأنه لم يحدث في الطبيعة. يكمل ويقول، وأدي نص كلامه قدام حضراتكم اللي عايز يتأكد، يقول سيمسون: لا يوجد مكان في العالم يحتوي على أثار لحفريات لتغلق الحلقة بين جد الحصان الأكبر الذي تطور كما يزعم إلى الحصان، بل يقول هذه الحقيقة في 32 مرتبة في الثدييات. يعني إيه بيقول إيه؟ الموضوع ده مش في الحصان وبس، ما تلاقيش الحاجات دي في الطبيعة، الموضوع ده في 32 مرتبة من الثدييات كلهم، هتلاقي صور تطورهم في المراجع رائعة، لكن مش هتلاقي الكلام ده في الطبيعة. إيه رأي حضراتكم؟ علم
يعني منتهى الشفافية والدقة، منزه عن الكذب والمعصوم. لا، الحقيقة مش كده. أولى المراحل لا يوجد لها أي ترتيب مستمر في الحفريات معروف، بل معظم الحالات الفواصل حادة جدا وواسعة جدا، لتصل أن تكون هذه التطورات هي فقط تخمينات وخلافات. أوبا، الراجل التطوري ده، العالم الشهير ده، بيقول لكم اللي بيتقدم لكم كسلاسل تطور دي تخمينات، ده مش الحقيقة اللي في الطبيعة، ده تخمينات وخلافات ما بينهم وما بين بعض. ده كلامي أنا؟ لا، ده كلام التطوريين لما بيلاقوا الكوارث دي كلها. إيه رأي حضراتكم؟ طبعا اللي يقول الكلام ده دلوقتي يتقال له يا جاهل يا اللي ما تعرفش العلماء. طب ادي العلماء قالوا الكلام ده، برضه هيتقال عليا يا جاهل؟ يكمل ويقول اول حيوان في هذه السلسله اللي هو الايوهيبس، جد الحصان، يختلف جدا من الحصان الحديث، وايضا يختلف جدا عن المرحله التي تليه، مما يدفع بالتساؤل عن أحقية مكانه في التسلسل. فله وجه مسحوب وعينين في منتصف الجانب وأسنان، ولا يوجد مسافة كبيرة بين أسنانه الأمامية والخلفية، وموضوع الديل وموضوع الظهر وموضوع الفقرات وموضوع الضلوع وغيرها كتير اللي احنا درسناه. إيه رأي حضراتكم؟ يكمل ويقول الراجل ويقول كارثة كبيرة. الفرق بين الجد والحصان الحديث متسع جداً، بل بين النوعين 60 مليون سنة وعلى الأقل 10 مراحل، ورقم كبير اللي ما تعرفوش زمان كانوا بيقدموا 10 مراحل تطور الحصان كلهم اتشالوا، ورقم كبير جدا من الأجناس. لو كان نوعية الحصان بالفعل لكنا وجدنا رقم لا نهائي في المراحل الوسيطة كما تخيل داروين. داروين قال لهم أيوة دي نظرية تطور ودليل كلامي، هتلاقوا عدد لا نهائي من المراحل الوسيطة. قعدوا يدوروا 150 سنة مفيش. ها، الحاجة اللي كان بيتمناها داروين ما لقوهاش، مفيش مراحل وسيطة تشهد لكلام كابتن داروين. لكن 10 مراحل تفصل بين الاثنين، إذا فكر في العدد الذي لا يحصى من المراحل التي تربط بين الاثنين، ولكن كل هذه اختفت بطريقة غامضة. هي مش اختفت بطريقة غامضة، هي ملهاش وجود، لأنه الجنسين مستقلين، واحد اندثر وواحد تاني لسه موجود، لكن دي أجناس اتخلقت بهذا التصميم، بعضها اندثر وبعضها عايش، مش تطور لبعضها، بدون تترك أي أثار لحفرياتها في السجلات. يكمل ويقول في مقاله مؤكد على عدم وجود أي دليل على هذه الأسطورة إنه مفيش حاجة اسمها مراحل وسيطة. يكمل ويقول الراجل الغياب المعتاد، يعني يقول ده مش في الحصان ولا في الثعلب ولا مش في ده ولا في ده، ده في كل حاجة. الغياب المعتاد ده موجود في كله، للأشكال الوسيطة، هو ليس في الثدييات فقط كمان، لكنه هو ظاهرة عامة كما لوحظ لفترات طويلة بواسطة علماء الحفريات. الراجل بيقول قاعدين 150 سنة نحفر ومش لاقيين المراحل الوسيطة اللي المفروض كنا نلاقيها بعدد لا يحصى. يكمل ويقول هو حقيقة في تقريبا كل رتب وأقسام الحيوانات، كلا من الفقارية واللا فقارية، شكرا، كل ملهوش مراحل وسيطة، وفي كل الشعب الحيوانية الكبيرة. الراجل بيقول لكم ايه؟ المراحل الوسيطة دي ملهاش وجود، قعدنا ندور عليها كتير وما لقيناهاش. ده مش بس في الثدييات، ده في بقية الحيوانات كلها، ده حقيقة. المراحل الوسيطة ملهاش وجود، ده واحد من أشهر علماء البليونتولوجي، وبيقول كل ما نستمر في البحث كل ما نتأكد ان دي حقيقة اكتر. ايه هي؟ ان المراحل الوسيطة ملهاش وجود. اعتقد بعد ما قال
عرفنا كويس جدا إن دعاء تطور الحصان وغيره من الكائنات ده مش زي ما بيخيل للعامة في المتاحف، ده مش زي ما بيدرس للطلبة. الحقيقة عكس ذلك، الحقيقة بتوضح سيطرة الفكر التطوري لدرجة إخفاء الأدلة العكسية العلمية الحقيقية. يقدموا بس الصور المزورة زي اللي شفتوها اللي يوحي بالتطور فقط رغم أنها غير صحيحة. إيه رأي حضراتكم؟ كل ده يؤكد خطأ ادعاء تطور الحصان، وهقدم إقرارات العلماء كتيرة جدا، هقدم مثال منها في الجزء التالي إن شاء الرب وعشنا. آدي شجرة التطور ملهاش وجود، الشجرة المزعومة الحلوة دي الجميلة دي ملهاش وجود، والحفريات اللي بتقدم خيال وتزوير وضد الأدلة العلمية اللي تؤكد هذا. أتوقف عند القدر ده، ربنا يبارك حضراتكم، أتمنى أكون ما زهقتكمش زي كل مرة أو بزيادة، والمرة الجاية هقدم لكم إقرارات علماء التطور على موضوع تطور الحصان اللي بيعتبروه من أفضل أدلة التطور. هو الحقيقة لا دليل تطور ولا حاجة، ده خدعة كبيرة. اللي بيؤمنوا بالجامعات يقدموا لي دليل على الـ14 كارثة، أو رد من الجامعات على الـ14 كارثة اللي لقيناهم في سلسلة تطور الحصان.